اخبار اليوم. نرحب بالاستاذ عمر بابا رئيس شعبة تجار السيارات بوقف الجيزة التجارية في احوالنا اخبار اليوم. اهلا وسهلا بحضرتك وشرفتونا ولنا الشرف ان احنا نتواجد مع حضرتك. ربنا يخليك. بداية حابين نعرف الفترة اللي فاتت سعر الجنيه انخفض بنسبة تقريبا 14.5% مقابل سعر الدولار، كنا عايزين نعرف التأثير ده على سوق السيارات في مصر بشكل. طبعا احنا هنقسم سوق السيارات الى شقين، سيارات مستورده بالكامل وسيارات تجمع محليا، وليست كلمه بتصنع عشان في تلابس في الالفاظ في الحته دي. مصر لسه ما وصلناش للتصنيع، احنا بنجمع سيارات في مصر، والتجميع ده بيكون معظم مكوناته من بره، فبالتالي انت بتستورد 60% وال 40% منتج محلي، من 40 ل 50%. فانت عندك نسبه كبيره قوي تصب على العملة الأجنبية، سواء في الاستيراد كعربية مكتملة التصنيع أو في مكونات للسيارة. فلما الدولار بيرتفع كده ومية وزي من عملات موازية، لأن في سعر عالمي بين الدولار واليورو أو الين أو كده، سعر متعرف عليه تبع البنوك الدولية والبنوك البنك المركزي، إذا بالتبعية كل أسعار العربيات بترتفع. دي حاجة. الحاجة التانية إن الارتفاع غير تدريجي وغير ممهد ليه، يعني سعر الدولار جري زي بيقول بسرعه، وحصل عند المستهلك نوع من التشويش الشرائي او عدم التركيز، هل احنا طالعين زياده فالحق اشتري دلوقتي العربيه غاليه ولا استنى عشان العربيه ترخص. وللاسف حصل لمصر بطريقه ملحوظه جدا وكانت غير مسبوقه سوق موازيه وسوق سودا للسيارات ما كناش نعرفها قبل كده، نتيجه استغلال الفجوه بين العرض والطلب. يعني اول مره يبقى فيه بين العرض والطلب فجوه كبيره جدا، العرض قليل جدا والمطلوب كتير جدا، وبالتالي اللي عنده عربيه وعارف ان سعر الدولار عمال يطلع فبيقول لك لا طب انا ليه ابيعها كده، فابتدت تتباع بالاوفر برايس اللي هو فوق السعر المعلن للسيارات، وبالتالي الاوفر برايس ده نتيجه جشع بعض التجار والاستغلال الموقف الاقتصادي اللي اثر على سوق السيارات بطريقه مرعبه، طريقه غير مسبوقه، أدت إن في عربيات وصلت فوق سعرها الرسمي 100,000 جنيه أو أكتر بدون ذكر أسماء يعني. حتى العربيات الصغيرة اللي هي في متناول المستهلك العادي أو الأسرة متوسطة الدخل برضه بقت عربيات فوق سعرها الطبيعي. طب لو قلنا سعر الدولار رفع سعر السيارات بمعدل كام في المية؟ مش أقل من 15%، 10-15%. 15%. طب حكي الاتفاقيات اللي بتم توقيعها بين المصرية توقع بينه وبين بعض الاتحادات الاقتصادية زي أغادير، زي أغادير محمد بيتكلم، إيه تأثيرها برضه على سوق السيارات؟ هل في برضه بتأثر في خمسة السيارات والجمارك اللي بتتراجع تدريجيا زي التجارة الحرة والحاجات دي؟ هل ليها دور في سعر السيارات وانخفاضه ولا لسه برضه ما احنا للأسف يعني احنا ما أحسناش استغلال الاتفاقيات الدولية اللي عملناها، هي اتفاقية أغادير. احنا زي ما هم الدول المشتركة زي مصر والمغرب والجزائر والدول داخلة في الاتفاقية وتونس، طب ليه احنا بس بنستورد؟ احنا ليه مش بنصدر بنفس الكم؟ احنا عايزين عملة أجنبية بحيث ان سعر الدولار ينزل شوية. احنا المفروض يبقى عندنا اتجاه وتارجت قوي جدا واستغلال لكرم ربنا على الشعب المصري ان انت عندك قناة السويس الجديدة وموقعك الجغرافي المميز جدا. فانت ليه ما تستغلش في التصدير عشان تدخل عملة أجنبية عن طريق السيارات؟ وخصوصا السياحة الأيام دي متراجعة جدا. يعني كام دولة احنا البلد الوحيدة في الاتفاقية دي اللي عندها قناة السويس. انت لو عملت مصانع ونشطت مجال قناة السويس دوت في تجارة السيارات او تستقطب دول اجنبية حتى لاقامة مصانعها بالكامل في مصر، منها انك تصدر هتقلل تكلفة الاستيراد التصدير لموقعك المميز قناة السويس، ومنها انك هتنشط تجارة السيارات في مصر، ومنها انك هتوجد فرص عمل للشباب وهتستقطب تكنولوجيا احنا نفتقدها في صناعة السيارات بحيث ان انت تقلل لك نسبة الخسائر في سعر الدولار في الفترة الحالية. طب حضرتك بتتكلم عن ان احنا نستقطب رؤوس اموال او مستثمرين في مجال صناعات السيارات وتجميع السيارات في السوق المصري من الخارج. طيب احنا في الوقت اللي حضرتك بتتكلم فيه الكلام ده احنا بنجد ان في بعض الشركات الكبرى مصنعة السيارات المعترف بها عالميا او معروفة عالميا بتنسحب من السوق المصري، فصل حضرتك يعني بايه؟ ما بقول لحضرتك اي سلعة سواء سيارة او حاجة بتتقاس بسعر العرض والطلب. فاهم ازاي؟ انت عشان تصنع النهارده حضرتك هو الراجل الشركه الكبيره تيجي تصنع الراجل ما هو مش قادر يصنع لانه مش قادر يوفر العمله الاجنبيه عشان يصنع عشان يقدر ينجح في مكانه. ما الفرخه الانسحاب الانسحاب نتيجه بتنتج عن ايه؟
الانسحاب ناتج ان هو مش قادر يوفر عملة اجنبية ان هو يستورد الكمية اللي السوق المصري متطلبها، وهو طبعا في الاول والاخر يحافظ على سمعته وعلى سمعة عربيته لو عايز يدخلها مصر. تاني حاجة حتى التجميع المحلي عشان يستورد مكونات عنده برضو عقبات في كم الاموال المطلوب تمويلها للصناعات المغذية. طب حضرتك اتكلمنا عن كم السيارات او عدد ارقام معينه ناخدها في السيارات اللي بتخش السوق المصري سنويا، نقول كم سياره في العام؟ احنا السنه اللي فاتت قفلنا حجم مبيعات السوق المصري كله كبير 75 الف عربيه. ولغايه دلوقتي احنا بالفتره احنا مثلا الربع الاولاني خلص من السنه احنا اقل 33% مقارنه بالسنه اللي فاتت نتيجه موضوع سعر الدولار ده. انت تراجعت مبيعات السيارات في الربع الاول من 2016 عن 33% مقارنه بنفس الفتره من العام الماضي. بالظبط، ودي كارثه. 33% ده رقم كبير جدا. طب ده هل معنى كده ان في شركات سيارات هتخرج من السوق اللي هم الموزعين والوكلاء والمتلبين هيبقى في خروج من السوق اليوم برضه الفتره الجايه؟ في ناس هتقدر تصمد وتستحمل اللي هو عنده ملاءة مالية وعنده رصيد سابق في السيارات وعنده عميل واساسا، لكن انا بتكلم على الناس اللي هي ما عندهاش الملاءة المالية انها تقاوم وتستمر، دي ممكن تطلع بسهولة. الناس اللي هي لسه بادية جديد في سوق السيارات وكانت اكثر تفاؤلا انها ممكن يبقى ليها باع كبير في المستقبل، دي هترجع 100 خطوة لورا تقول لك يعني يا ريتني ما دخلت المجال ده، لان حطوا استثمارات كتير قوي لغاية دلوقتي مفيش مقابل ليها. فطبعا عندنا حالة تشويش جامدة قوي في سوق السيارات، نأمل ان الحكومة تبص لنا بصة اقوى من كده كتير. السيارات ما هي سلعة ترفيهية زي ما الناس ممكن ان تتخيل، السيارة سلعة ضرورية جدا سواء على المستوى الاسري سواء على المستوى المهني سواء على مستوى المشروعات القومية. زي قبل التسجيل كنا بنتكلم انا وحضرتك ان المشروع اي مشروع قومي بيبنى في مصر ابتداء من اعظم مشروع ممكن نقول مصر عملته في السنة اللي فاتت، مشروع قناة السويس الجديدة. ايه اللي تمت ازاي قناة السويس الجديدة؟ أول عنصر فيها من أكبر بنود التكلفة بتاعتها كيفية توفير سواء السيارات والجرارات واللوادر كل ده يخضع تحت مظلة السيارات. فإذا هو عنصر كبير قوي في تكلفة أي مشروع، المستشفى مش هتتبني غير بعربيات، والدكتور مش هيروح غير بعربية، المهندس مش هيروح غير بعربية. فكل دوت كلام يعني لازم يأخذ في الاعتبار إن العربية عنصر أساسي في اي مشروع، مشروع صغير او كبير. انت لو عايز تعمل محل حتى هتقول على الاقل اجيب عربيه اروح بيها وعربيه انقل بيها البضاعه، فاذا كلمه عربيه لا يستغنى عن اي مشروع. تمام. اي مشروع باي مسمى. تمام. طب حتى لو تراجعنا خطر السؤال السابق نتكلم عن حجم مبيعات السوق المصري، هتقول السنه اللي فاتت كان 275,000 سياره حجم مبيعات. طب هل حضرتك التخطيط العمراني والشوارع والمدن المصريه تقدر تستوعب الكم ده من السيارات سنويا؟ يعني في تخطيط انت عارف حضرتك البقعه السكانيه في ازدحام سكاني مروري فظيع. البقعه السكانيه اللي مصر عايشه فيها كام في الميه من سكان مصر؟ 6%. حاجه تضحك. يعني 6% انت عندك 94%. يا اخي اطلع شويه من الصندوق، ليه ما بنفكرش نطلع من الصندوق ده؟ انت هتلاقي عندك بعد كده عربيتين في الشارع. انت لو مشيت بالمعدل ده اقسم عدد العربيات دي على 96% اللي باقيه دي من لم تستغل، انت لو استغليت نصها هيبقى كل شارع فيه 10 عربيات. يعني طبعا حاجه التكدس اللي حصل ده في الشوارع ده مش المفروض في تخطيط يتوازى مع حجم الاستيراد؟ ما في تخطيط عمراني في توسع ولازم يكون في ما في تنسيق بين الوزارات المعنيه ومنها وزارات الاسكان والتعمير. ولا سقف الاستيراد مفتوح من السيارات الاستيراد يعني ايوه خلي بالك انت احنا ليه بنبص دايما على نفسي يعني يكون عندنا فكر نطلع بره الصندوق شويه. احنا لما نقول طب احنا لو استوردنا عربيات هنتزنق في الحته الصغيره اللي احنا فيها، طب ما نطلع حته كبيره عشان نستورد اكتر برضه والناس تسكن والناس تتبسط والناس تعيش عيشه ترفيهيه ونستغل الاراضي البور اللي عندنا دي صحراء ولا حاجه 94% مساحه مهجوره. تمام. وانت عندك في مصر يعني ما شاء الله الحمد لله يعني جغرافيا مكان مميز جدا، مناخيا ما نعتبرش في البلاد لا هي شديده الحراره ولا هي عندنا ثلج، يعني عندك كل المساحه اللي في مصر ممكن تستغلها سواء زراعيا او اسكان وتعمير. تمام.